وملجأنا ومنجأنا ومقوانا ومولانا ومرشدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقهد والفرد والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العدى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقال قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه سيد المرسلين خادم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين براد المشتاقين شمس عارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا الى الله في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله سر من أسرار الله يا أيها المشتاقون بنور جماله فلا ظلنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.